بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مرحبا بكل المتابعين ومحبي قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء. معكم الأستاذ خالد الناجي في تمرين جديد من تمارين السنة الثانية بكالوريا. فالتمرين غنشوفو تمرين جوج اللي كيقول نعتبر العدد الحقيقي جي يساوي ناقص واحد على اثنان زائد اي جذر ثلاثة على جوج. السؤال الأول، احسب واحد زائد اي أس اثنان ثم واحد ناقص اي أس اثنان إلى الجواب. أولا، واحد زائد إي الكل أس اثنان، هنا متطابقة هامة، نلقاوها على الشكل التالي: واحد أس اثنان زائد اثنان إي زائد إي أس اثنان يساوي واحد زائد اثنان إي ناقص واحد اللي هي اثنان إي، ثم واحد ناقص اي الكل أس اثنان يساوي متطابقة هامة واحد أس اثنان ناقص اثنان اي زائد اي أس اثنان، نحصل على واحد ناقص اثنان اي ناقص واحد اللي هي ناقص اثنان اي. أمر إلى السؤال الموالي. دائما كما قلت لكم من قبل، وقفوا الفيديو، حاولوا ديروا التمرين نتوما بروسكم، من بعد قرنه مع النتائج اللي غنحصل عليها. نعتبر جي اللي كيساوي ناقص واحد على اثنان، واحد على اثنان زائد اي جذر ثلاثة على جوج. السؤال، احسب جي أس اثنان. دونك نكتب جي ثانيا، جي يساوي ناقص واحد على اثنان زائد اي جذر ثلاثة على اثنان. لنحسب جي أس اثنان، دونك جي أس اثنان يساوي ناقص واحد على اثنان زائد اي جذر ثلاثة على اثنان الكل أس اثنان يساوي، هنا ممكن نعملو واحد على اثنان ونخرجو، واحد على اثنان الكل أس اثنان عامل ناقص واحد زائد اي جذر ثلاثة الكل أس اثنان اللي هي واحد على أربعة عامل. الآن نطبقو المتطابقة الهامة، ناقص واحد الكل أس اثنان يعني واحد ناقص اثنان إي جذر ثلاثة زائد إي جذر ثلاثة الكل أس اثنان، نحصلو على النتيجة التالية: واحد على أربعة واحد ناقص اثنان إي جذر ثلاثة ثم ناقص جذر ناقص ناقص ثلاثة، يعني نحصل على واحد على أربعة واحد ناقص ثلاثة يعني ناقص اثنان ناقص اثنان اي جذر ثلاثة. نشرو غنلقاو ناقص واحد يعني ناقص اثنان على أربعة يعني ناقص واحد على اثنان ناقص اي جذر ثلاثة على اثنان، هذه هي جي أس اثنان. كنلاحظو بأن جي أس اثنان إلا رجعنا لجي كنلاحظو كتساوي المرافق، دونك جي أس اثنان يساوي جي بار، دونك جي أس اثنان يساوي جي بار. السؤال الموالي، ثم يعني الحساب دائما واحد زائد جي زائد جي أس اثنان، واحد لنحسب واحد زائد جي زائد جي أس اثنان يساوي واحد زائد جي، غنعوضو جي أس اثنان بجي بار، يساوي حنا كنعرفو بأن زد بلس زد بار، بحيث زد وزد بار عددان عقديان، إلا جمعناهم كتساوي اثنان غيال دو زد، يعني العدد الحقيقي ديال زد. دونك هنا غنديرو واحد زائد اثنان غيال ديال جي يساوي واحد زائد اثنان، غنشوفو غيال ديال جي شحال كيساوي، يساوي ناقص واحد على اثنان، نضربها في ناقص واحد على اثنان، غنختزلو اثنان مع اثنان، تبقى لنا واحد ناقص واحد اللي هي
صفر. دونك واحد زائد جي زائد جي أوس اثنان كتساوي صفر. السؤال الموالي بي استنتج قيمة جي أوس اثنان ثم استنتج قيمة جي أوس 205. دونك جي أوس ثلاثة بي نستنتج جي أوس ثلاثة ثم جي أوس 205. دونك جي أوس ثلاثة ممكن نكتبوها على هذا الشكل جي في جي أوس اثنان. حنا كنعرفو بأن جي أوس اثنان يساوي جي بار. دونك غنبسطو غنديرو جي مضربة جي بار أو حسب السؤال السابق عندنا واحد زائد جي أوس اثنان لقيناه يساوي صفر، يعني أن جي أوس اثنان يساوي ناقص واحد ناقص جي. إذا جي أوس ثلاثة يساوي هنا غنعوضو جي عامل ناقص واحد ناقص جي. دونك جي أوس ثلاثة غيساوي جي عامل ناقص واحد ناقص جي. غنشر غنلقى ناقص جي ناقص جي أوس اثنان اللي هي نعملو بناقص جي زائد جي أوس اثنان. جي زائد جي أوس اثنان جي زائد جي أوس اثنان من هادي غنسنتجو بأن جي زائد جي أوس اثنان يساوي ناقص واحد. دونك غيساوي ناقص مضروبة في ناقص واحد يعني واحد. دونك جي أوس ثلاثة يساوي واحد. الآن جي أوس 205 جي 200 أو 2000 دونك غنرجع نتأكد 2005. دونك حنا كنعرفو جي أوس ثلاثة يساوي واحد. دونك غنحاولو نكتبو على شكل جداء ديال جي أوس ثلاثة. دونك إلا قسمت 2005 على 3 غنلقانا 8 8 في 3 18 20 ثم 8 8 في 3 نفس الشيء دونك 25 غنلقاو 7 7 في 3 21 تبقى ليا عفوا 8 8 في 3 24 غيبقى ليا 1. دونك 2005 تكتب على شكل 8 3 888 زائد 1. دونك جي أوس 2005 غيعطينا جي أوس 3 في 888 زائد 1 يساوي نقسمو هاد المجموع نردو على شكل جداء 3 في 8 888 مضربة في جي. يعني هذا نحولو لقوة قوة جي أوس ثلاثة لكل أس 8 8 8 مضربة في جي. وجي أوس ثلاثة يساوي نأطروها يساوي واحد، يعني واحد أس 888 هي واحد مضربة في جي. دونك جي أوس 2005 يساوي جي. آخر سؤال احسب المجموع اس يساوي واحد زائد جي زائد جي أوس اثنان حتى الجي 101. ثالثا لنحسب اس يساوي واحد زائد جي زائد جي أوس اثنان زائد جوسكا إلى جي أوس 101. حنا كنلاحظو بأن هادي متتالية هندسية أساسها جي، مجموع الحدود ديالها كيساوي واحد ناقص كو اللي هي جي الأساس أوس 101 ناقص صفر لأن هنا جي أوس صفر زائد واحد على أ موان جي.
اللي هي واحد ناقص جي 102 على واحد ناقص جي يساوي واحد ناقص جي. لاحظوا بأن 102 إلا قسمنا على 3 هنا 3 واحد 4 دونك كتساوي 3 في 4 وثلاثة. ربما كتسألوا علاش كندير بالضبط جي على بيسونس 3، لأن حنا عرفنا جي على بيسونس 3 شحال غتعطينا. جي على بيسونس 3 راه ديجا حسبناها جي أس 3 كتساوي 1. دونك نكمل على العملية ديالي، واحد ناقص جي، هاد العملية غتعطيني واحد ناقص جي اللي هي أس 3 الكل أس 34 على واحد ناقص جي. جي أس 3 يساوي 1، يعني غنحصل على واحد ناقص 1 على واحد ناقص جي اللي هي 0. إذا اس يساوي 0. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو على القناة ديالنا مدرسة الرياضيات والفيزياء، وتابعونا على صفحة الفيسبوك لأي استفسار. مرحبا بكم، اسم الصفحة مدرسة الرياضيات. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.